يأتي اليوم الذي نلتقي فيه مع الشعب المغربي، فلهذا ما نسبش أبدا المستقبل، ندافع على حدود بلادنا فقط، ندافع على حدود بلادنا فقط، ونقولها بكلمات بسيطة، بكلمات واضحة. أما بالنسبة للشعب المغربي المدفوع المغلوب على أمره، هو مدفوع في سياسة الهروب إلى الأمام، علينا نحن كأبناء شعب، كأبناء شعب خارجين من صلب هذا الشعب، خارجين من صلب هذا الشعب، ومناش مبعوثين من السماء، مناش مبعوثين من السماء، أن ننظر دائما للمستقبل. وحتى القوات المسلحة المغربية نقول لها قد يزج بك مرة أخرى في سياسة هي ليست في صالح المغرب، هي ليست في صالح المغرب وليست في صالح الشعب المغربي.